أن وتم منعهم من الدخول. يعني فحين تم منعهم من الدخول قالوا طيب احنا بقى هنيجي مجموعه كبيره من النواب وهنشوف مين اللي هيمنعنا من الدخول للبرلمان، وهم يعترضون على حكم المحكمه الدستوريه، بيقولوا هذا الحكم غير مقبول ومرفوض. انا قريت لهم نصه، حضرتك قريت نصه وانا قلت لهم وضعه القانوني، واي كلام غير كده انا استبعده عن اخواننا الافاضل اعضاء مجلس الشعب ان هم يطوروا الامور الى هذا الحد، لانها لو تطورت الى هذا الحد اصبحنا في معترك اخر غير معترك القانون. تعليق سعادتك يا استاذنا. الحقيقه ان الاول يعني سعيد بان انا مع الدكتور مختار، الله يكرمك، ولانه قام قانونيا، الله يسعدك يا فندم، فاني يعني ايه ساحاول ان افتي ومالك في المدينه. اصل مالك افتى خلاص قبل حضرتك ما تيجي ومختار في المدينه. والحقيقه انا سافتي بما لدي من بعض الخبره عبر 12 عاما قضيتها مستشارا اعلاميا لمجلس الامه الكويتي، تعاملت فيها مع مجموعه من القامات الكبرى في القانون المصري من قضاة سابقين وأساتذة كبار، من بينهم الراحل الأستاذ مصطفى كامل وكان وزيرا للعدل في مصر وذهب إلى الكويت منذ عام 67. والحقيقة أني في حالة اندهاش من حديث البعض حول حكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان القوانين الانتخابية التي بناء عليها تم تشكيل مجلس الأمة. ببساطة شديدة، لأن معي نص الحكم الذي تم بناء عليه حل مجلس الشعب المصري عام 91، واندهاشي يأتي نتيجة لأن الجماعة في الإخوان المسلمين وغير من الأحزاب كان ببساطة يمكنهم العودة إلى كتاب أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي يتضمن نحو 4800 حكم يعتمد عليها القضاء والمحاكم ربما في كل الدول العربية. الحكم يقول، ده الحكم بتاع اللي طلعت بيه ده من برلمان، طلعنا كلنا بيه، برلمان كله اتحل بيه، وكنت انا وجمال اسعد والاستاذ مأمون الوضيب رحمه الله عليه كتير، كنا 96 معارض وكان برلمان مشهور يعني برلمان كان في منتهى القوه، كان طبعا في منتهى القوه، ولكنه تم حله بحكم من المحكمه الدستوريه العليا. طب ازاي يا جماعه؟ ما هو الدكتور معاه النص اهو، بس انا عايزه اقطع حضرتك ثانيه واحده يا فندم تسمح لي. اتفضلي. ال نائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والمستشار خضيري رئيس اللجنة التشريعية بعد ما راحوا ومنعوهم من الدخول، قال المستشار خضيري أن اللجنة ستعقد اجتماعها في مكان آخر، موضحا أن مجلس الشعب لم يحل بعد. وأضاف الخضيري لا توجد جهة تملك حل مجلس الشعب، وطبقا للسوابق فيما يتعلق بحل البرلمان اللي انتم بتتكلموا عليه ده، فانه لا يتم الا عبر اجراءين، الاول الاستفتاء والثاني قرار من رئيس الجمهوريه. تسمعيني بقى؟ اتفضل. هو بيتكلم في الظروف العاديه. نعم. المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو رئيس استثنائي بمقتضى الاعلان الدستوري. الحكم امامنا الذي تم بناء عليه حل مجلس الشعب يقول: إذ خلص قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 45 لسنة 12 قضائية دستورية، وهو يحوز حجية مطلقة فيما فصل فيه إلى أن النظام الانتخابي الذي تضمنته المادة 5 من القانون رقم 8/32 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 86 قد أخل بحق المستقلين في الترشح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين من المنتمين إلى الأحزاب السياسية. اللي في البرلمان إخلالا أنا أريد أن أكمل، بس ما كانش عندكم الدوائر اللي قد كده. لا لا لا، كله نفس الأسباب، والله نفس الأسباب. أنا عايز أكمل بس الحد إيه، إنه هذا
الحكم من المحكمة الدستورية هو قانون ولذلك ينشر في الجريدة الرسمية، يعني يكون نافذا بقانونه في غير حاجة إلى أي إجراء تنفيذي. يعني مش هنروح لقسم الشرطة لكي يذهب لحل مجلس الشعب، ولكن القانون في حد ذاته وهو ما هو واضح في القانون في الحكم الأول لا في الحكم الثاني فقط، إخلالا أدى إلى التمييز بين هاتين الفئتين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، وآل بالتالي إلى بطلان تكوين مجلس الشعب منذ انتخابه، واعتبر أن مجلس الشعب لم يعد قائما. هذا الحكم في عام 91 ولم يحتج الأمر ونفس النص إلى استفتاء نفس النص بتاع المحكمة. هذا حكم قديم ليس حكما جديدا، وكان على الجماعة أن يعودوا إليه. طب يعني إيه بقى يعني الوضع الوضع إيه؟ أقول لك حاجة ظريفة أي. رسالة كده للأستاذ المشير الخضيري، هو راجل قاضي سابق يعني أي. ممكن يروح بكرة ممكن يدخل مجلس الشعب ويشرب شاي في البهو الفرعوني ينفع حسابه بس ملوش مكافآت، ولو أصدر قانون يمتنع على أي جهة أنها لا ده نص الدستورية كده أي. ليه؟ الدستورية زي ما بيقول أستاذنا بتفرض واقع جديد، يعني المجلس ده الآن ليس له وجود، هم عايزين يروحوا يدخلوا مجلس الشعب. لصاحب هذه الفكرة الحقيقة بيخلط بين الحل الطبيعي وإلغاء القانون الذي بمقتضى أنشئ مجلس الشعب. أرجوكوا يا أخوانا عشان إحنا مش ناقصين مشاكل في حياتنا أي. كفاية مشاكل اللي عملنا الأمر العسكري وإحنا بنستقبل رئيس جديد لسه إحنا داخلين في معترك خطير، بلاش تعقدوا الأمور أكتر من كده، ما تخلوناش يعني هنفكر في الرجلة بعد كده. دي بديهيات اللي بنقولها دي بديهيات، والبديهيات شوفوا بقى لما الأستاذ محمد يعني يقول بعد ده كله ونضال